مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامج المشهد، والتي نناقش فيها الاهتمام الأمريكي الأخير بموريتانيا وبمنطقة الساحل عموما، الأسباب والخلفيات على ضوء الزيارة الأخيرة التي أداها وكيل وزارة الخارجية الأمريكية لموريتانيا، وكذا الاجتماع الذي عقد عن بعد قبل أيام بين وزير الطاقة والنفط الموريتاني ونائب وزير الخارجية الأمريكية أيضا. وأعلن خلال هذا اللقاء عن دعم الولايات المتحدة الأمريكية لموريتانيا في بعض مشاريع الطاقة النظيفة. نتحدث خلال هذه الحلقة عن عناوين الاهتمام الأمريكي بموريتانيا بمنطقة الساحل. هل يتعلق الأمر بملف الطاقة والغاز أم يتعلق بالأمن الدولي ومكافحة الإرهاب، وكذا تراجع النفوذ الفرنسي خلال الفترة الأخيرة، وفي المقابل تمدد النفوذ الروسي إلى المنطقة؟ هل يمكن أن يفسر هذا الاهتمام الأمريكي أيضا في هذا السياق الأعم؟ يسعدنا إذن لنقاش هذا الموضوع أن يكون معنا الدكتور سليمان الشيخ حمدي، رئيس مركز رؤية للدراسات والاستشارات. دكتور، أهلا وسهلا. أهلا. في البداية، ما هي أفاق هذا الاهتمام الأمريكي، وما الجديد حتى بدأ أن الاهتمام الأمريكي بموريتانيا أصبح متصاعدا وفي أكثر من ملف وعنوان؟ شكرا جزيلا. أعتقد أنه الاهتمام الأمريكي بموريتانيا ليس جديدا، يعني بشكله الطبيعي العادي ليس جديدا، لأن موريتانيا لديها موقع استراتيجي مهم وتعتبر من الحلف الغربي على الأقل بين قوسين، لكن ما جد في الموضوع هو علاقة موريتانيا بفرنسا، أو علاقة فرنسا بمنطقة غرب أفريقيا بشكل عام، ثم التواجد الروسي، ثم ملف الطاقة الذي بدأ يطغى، ثم مكافحة الإرهاب. إذن هذه العناوين الكبيرة اللي فعلا تجعل أمريكا لا تستطيع أن تترك الملف يعني على عواهنه، أو تتركه لقوى أخرى بدأت تمل من الملف، أو بدأت تنحى منحى سلبي في هذا الملف، مثل فرنسا والجي 5 التي كانت تقوم بها. إذن الاهتمام الأمريكي بموريتانيا يرجع إلى سنوات قبل ذلك، أنه في سنة أواخر 2020 وبداية 2021 تمت هنالك أكبر مناورات أمريكية في إفريقيا وفي موريتانيا. موريتانيا تعتبر شريك أول واستراتيجي كما قالوا يقول الأمريكيين دائما في مكافحة الإرهاب. لديها إشادات كبيرة، وهي طبعا تعطينا أضواء خضر يعني أن موريتانيا طريقة سالكة اتجاه الإدارة الأمريكية. لديها إشادة في ملفات الرق، في ملفات حقوق الإنسان، في ملفات تؤرق موريتانيا بشكل فعلي. إذن كل هذه الأرضية الممهدة توحي بشيء قادم آخر. ما هو القادم الجديد؟ ماذا استجد حتى نصبح في هذه الأريحية وفي هذا المستوى الأريحي في العلاقات؟ أعتقد أن هنالك أكبر نقطة هي نقطة الدور الفرنسي الذي تراجع بلا شك ولا منازع. الدور الفرنسي انتكس في مالي، انتكاسته في مالي أدت إلى أنه المنظومة الجيوستراتيجية اللي كانت تقوم عليها التواجد الغربي بشكل عام ومكافحة الإرهاب بشكل خاص، وهي منظومة الخمس دول الساحل الخمس، تفككت، أو على الأقل يعني سلبت ميزتها الأساسية. لذلك أصبح لابد هنالك من بديل لهذه، لأن مكافحة الإرهاب لا زالت، وما طرأ هو الأسوأ وهو وجود التواجد الروسي في هذه المنطقة في مالي. إذن كان لابد من وجود بديل لفرنسا في هذا الاتجاه، بديل استراتيجي، بديل مكافحة الإرهاب. أعتقد أنه أمريكا مهدت لهذا منذ فترة، لأن كانت تعلم أنه مسيرة فرنسا سوف تكون طويلة، فمهدت بعلاقات متميزة مع الدول، لكن على شكل ثنائي بين أمريكا وهذه الدول. ولعل هذا هو ما يفسر لنا قوة العلاقة اللي بدأت أمريكا تربطها بموريتانيا في المجال الاستراتيجي، المجال العسكري، مجال التخطيط لمكافحة الإرهاب، والتخطيط لتكملة الدور الفرنسي الذي كان يقوم على دول الساحل الخمس، والذي بدأ يشهد التراجع. لذلك في ظل وجود غريم روسي على حدود موريتانيا الشرقية بتواجد يعني خطير، أعتقد أصبحت أمريكا تفكر بشكل كبير في هذا المجال. ولعل استدعاء موريتانيا لقمة مراكش مكافحة الإرهاب قبل أشهر في المغرب يوحي أيضا أن موريتانيا في هذا الملف، وكذا أيضا مشاركتها في القمة الإفريقية المتوقعة، وكذلك مشاركتها في القمة الإفريقية. إذن هذه كلها ملفات عريقة وحساسة وقديمة للتعامل. ما جد هو بعد الحرب على أوكرانيا وأزمة الطاقة التي شهدها العالم، بدأت هنالك استراتيجية حقيقية جديدة للغرب بشكل عام ولأمريكا بشكل خاص، أنه لا بد من البحث عن أسواق طاقة جديدة، مصادر الطاقة جديدة. إذا كان المخزون الإفريقي ومخزون غرب إفريقيا منه ذو أهمية كبيرة،
لذلك كانت الشركات الأمريكية تتنافس، إن لم تفز بالعقود وفازت به الشركات الفرنسية. طيب. أو ربما نعود إلى موضوع الطاقة، ولكن اسمح لي الآن قبل أن نتجاوز الجانب المتعلق بمكافحة الإرهاب أو قوة الساحل، لا ننسى أن الولايات المتحدة الأمريكية في خلال السنوات الماضية كانت تمانع وكانت ترفض تمويل قوة الساحل من قبل الأمم المتحدة، وقفت ضد ذلك في مجلس الأمن الدولي. ما يعني أنه الأمريكيين لم يكونوا متحمسين، على الأقل خلال فترة ترامب لم يكونوا متحمسين للانخراط في الملفات الأفريقية أو لدعم القوى المسلحة. هنالك موقف أمريكي داخلي من أفريقيا بشكل عام، ولعل أسوأ المراحل التي مر بها هي أيام ترامب، لأنه حتى ترامب يعني خفض الأفريكوم وخفض الميزانيات وخفض عدد الجنود، لكن لما جاء بايدن عكس السياسة وبدأ يسعى إلى إحياء النفوذ الأمريكي في إفريقيا، ولعل القمة التي سوف تكون بعد أيام قليل وإن استدامها كثير من الدول الفارقة، لكن توحي بأن أمريكا تريد أن تزيد علاقتها وأن تنشط علاقتها الاستراتيجية مع هذه الدول، في وجود غريم صيني كبير يهيمن على إفريقيا اقتصاديا ويمد يده للجانب العسكري، وغريم روسي بدا يدخل ايضا بدخول غير مريح في افريقيا، حتى مثلا انفرد بوسط افريقيا وانفرد بدولها، والان يريد انفراد بمالي. لذلك هنالك فعلا مؤرقات كبيره في هذا المجال للولايات الامريكيه، لم تعد تستطيع ان تترك المجال لفرنسا حتى تحيك او تاتي باستراتيجيه جديده، كما بشر به ماكرون قبل شهر عندما ألغى عملية بارخان ووضع نهاية لها، قال سوف تقدم فرنسا استراتيجية أمنية جديدة في منطقة الساحل في ظرف 6 أشهر. الموضوع لا يحتمل هذا. الدولة الإسلامية في شمال الإرهاب في شمال مالي باقي ويتمدد، لذلك لا ليست هناك فرصة ل6 أشهر لاستراتيجية جديدة، لا نعرف هل ستكون مقبولة أم لا. لذلك أعتقد أمريكا حزمت أمرها منذ سنوات، كانت ترى أنه فرنسا يعني مسارها في النهاية سوف يكون غير مفروش بالورود. الدول الإفريقية بدأت الشعوب الإفريقية بدأت تشمئز من فرنسا. إذا كانت القوافل المساعدات العسكرية الفرنسية التي تنقل المؤن لا تستطيع أن تجوب بوركينا فاسو باتجاه تشاد إلا وهي تعرض لضربات لهجمات، ليس الهجمات فقط، لمشاغبات الشعب. الشعوب ترمي هذه وتثور ضد هذه السيارة الفرنسية. إذن فرنسا لم تعد مرحب بها في مالي، في بوركينا فاسو، في تشاد، في إن لم تخرج الجموع فهي في حالة غاية. لذلك أعتقد أن أمريكا فصلت مصيرها الاستراتيجي والعسكري والتخطيطي في هذه المنطقة. طيب. وفرنسا. طيب، ما هي الأدوات التي سيستخدمها الأمريكيون في زيادة نفوذهم في منطقة الساحل؟ أعتقد أنه أمريكا ممهد لها الطريق بشكل عام، لأنه هي وريثة فرنسا ولم تكن أصلاً لم تكن بعيدة عن المنطقة. صحيح أنها ليست لديها قواعد في موريتانيا، لكن بوجود حكم مستقر في موريتانيا كما يقولون دائماً، فبعض الدراسات حتى الاستراتيجية وبعض المكاتب الدراسات تقول بأن موريتانيا مرشحة لتكون بقرام إفريقيا، يعني تحل محل قاعدة بقرام التي كانت في أفغانستان عندما أخلتها. ذلك أن موريتانيا وميزة أمريكا في هذا المجال أنها لا تتعامل مع مجموعة دول كما فعلت فرنسا، أي بدول 5 ودول 6 ودول دول غرب أفريقيا، تتعاملها دولة دولة، أي كل دولة تعطيها من النفوذ ومن الأهمية ما يلبي لها حاجتها ورغبتها لرغبة الأمريكيين. لذلك استثمرت كثيرا في موريتانيا وبدأت تفتح طرق الاستثمار الاستراتيجي والعسكري في موريتانيا من خلال التدريب، من خلال المساعدات، من خلال التواجد الكبير، يعني يوميا في وفود أمريكية عسكرية وفي مناورات ثنائية وفي تدريبات للجيش الموريتاني حتى في قواعد في الشمال يعني. طيب، ولكن الوجود الفرنسي على ذكر القواعد، الوجود الأمريكي القارع على الأقل، أفريقيا تتبع لمجموعة أفريكوم اللي هي القاعدة العسكرية في ألمانيا، يعني لا يعتبر هذا إدارة عن بعد، يعني لا يوجد حتى الآن وجود أمريكي على الأرض. صحيح. صحيح. في شكل القارة في نعم. القارة الإفريقية عموما. نحن لا نتكلم عن قاعدة أمريكية يعني يتم إنشائها الآن، لا، نحن نتكلم عن وجود يعني، لكن نحن نفرق بين مسألتين، بين الأرضية الاستراتيجية والأرضية المعلوماتية والأرضية اللوجستية، هذه يمكن أن تكون متوفرة. أما تواجد الجنود فنقلهم يعني يكون سهل يعني من أي منطقة. نحن نعلم أن باراخان كانت تدار من الإمارات
العربية المتحدة، وكانت جنود يأتون من هناك وطائرات تحلق من هناك، يعني هذه لم تعد مشكلة مطروحة كبيرة. فأمريكا لديها قاعدة في 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 سنغال القريبة من موريتانيا، يعني تستطيع. والآن فيه حركة دؤوبة في شمال موريتانيا، هل هي للإمارات، هل هي وكالة عن الأمريكيين، هل هي قواعد، يعني هل هي مطارات، هنالك أشياء كثيرة يعني يتم الآن غير معلنة. نعم غير معلنة، يعني أمور عسكرية غير معلنة. لذلك أعتقد أن الولايات الأمريكية تنظر بحزم وتنظر بقوة وتنظر بأهمية لموريتانيا فيما يخص بعدها الاستراتيجي والأمني. ازداد الأمر يعني قوة عند الأمريكان وأهمية نتيجة التواجد الروسي المفاجئ في مالي، والذي فعلا يهدد وجود الأمريكيين والفرنسيين في غرب أفريقيا بشكل عام. إذا كانت بوركينا فاسو خرجت عن الطوق أو تكاد، على الأقل هنالك هنالك يعني رفض أو اشمئزاز من الفرنسيين عموما وما يدروا في فلكهم. لا، هم بصريح العبارة يعني قالوها بشكل صريح، نحن نريد أن نتعاون بشكل أمني مع الروس ومع فاغنر لأنها تستطيع أن توفر لنا الحماية. يعني قالوها بشكل صريح الحكام العسكريين البوركيناويين. نعم، في النيجر، في تشاد، كلها يعني مهددة بأنت. لذلك أمريكا أعتقد أنها تنظر نظرة بعيدة دائما، وبالتالي تريد أن تجعل على الأقل تهيئ الأرضية لتواجد قوي في موريتانيا، أو على الأقل طيب تكون من ضمن موريتانيا. يعني طيب، أنت أشرت إلى أنه العنوان الأبرز لهذا التواجد الأمريكي وهذا الاهتمام الأمريكي ليس عسكريا وأمنيا فقط، وإنما هنالك جوانب أيضا اقتصادية أملتها الحرب الأوكرانية وما أثرته في أوروبا عموما من إشكال يتعلق بالاستخدام الروس للغاز كسلاح وخنقهم بين قوسين للأوروبيين بين يدي الشتاء. برأيك هذا الاهتمام بالطاقة وبالغاز في منطقة إفريقيا وبموريتانيا، ونعلم أن موريتانيا ستبدأ في استخراج الغاز من خلال الحقل المشترك مع السنغال نهاية العام المقبل، كيف سيتبدأ لك أو يظهر لك هذا التعاون في هذا المجال؟ كيف سيتم؟ أعتقد أنه موريتانيا ليس فقط موضوع الغاز والنفط، هناك أيضا الطاقة المتجددة. موريتانيا تعتبر من أكبر المصادر للطاقة المتجددة، وهناك دراسات من أجل تحويل هذه الطاقة المتجددة إلى طاقة قابلة للنقل إلى المنطقة الأمريكية عن طريق أوروبا وعن طريق كهرباء البحر وعن طريق وسيلة أخرى. إذا موريتانيا تعتبر فعلا من ناحية استراتيجية وعلى المدى البعيد خزان للطاقة لا يمكن التفريط فيه. كون الشواطئ الموريتانية التي تزخر باحتياطات كبيرة من النفط والغاز لا تحول بينها أي عوائق مع الولايات المتحدة الأمريكية، لا دول أخرى ولا غيرها، يعني هذا يسهل يعني على الناقلات النفط أن تعبر بأيام بتجارة المتحدة الأمريكية. إذن هذا كله يسيل لعاب الأمريكيين، خاصة أن الأرضية مثل ما قلت مهددة، هنالك فرنسا وبريطانيا، يعني شركتي أمريكا في هذا الاتجاه. إذن ليس فقط موريتانيا، هنالك خليج غينيا أيضا، يعني المنطقة كلها يعني هذه ما تعتبر يعني مغرية اقتصاديا للولايات المتحدة الأمريكية. لذلك هذه الخطوة التي نراها الآن من خلال بعث المفاوضات بين موريتانيا والولايات المتحدة الأمريكية، من خلال زيارة المكلف بملف الطاقة في وزارة الخارجية لموريتانيا واستقباله من طرف وزير الطاقة، وكثير من الوفود التي نعم واللقاءات التي تسري الآن تسري على قدر النطاق في إطار فني وفي إطار دراسات، كلها توحي بأن أمريكا قادمة. والطاقة لا يمكن أن أمريكا أن تضع قدمها في الطاقة إلا عندما تمهد أمنيا لها بشكل عام. دائما الظروف الأمنية تخلق قبل أي نشاط اقتصادي، لأنه في النهاية الاقتصاد يعني طيب هذا الاهتمام بملف الطاقة الموريتاني هل يعني أنه هنالك تخوف من أن يتمدد الوجود الروسي إلى المنطقة عموما، وبالتالي الولايات المتحدة الأمريكية تريد أن تتقدم خطوة على الروس في هذا المجال، وليس فقط من البوابة العسكرية والأمنية وإنما حتى من البوابة الاقتصادية ويتعلق بملف الطاقة؟ نعم، هو في النهاية التواجد الروسي صحيح انه عنوان امني، لكنه هو ذو بعد اقتصادي، لانه شركه فاغنر اول ما قام به في مالي هو تامين او مصادر الذهب ومصادر المعادن الثمينه في مالي. الخطوه الاخرى هي المعادن المنقوله مثل النفط ومثل الغاز ومثل غيره. موريتانيا ليس بعيدا عن الموضوع، يعني اذا تحكمت فاغنر في مالي
نجد انه الان طلائع موريتانيا الماليه هي الاكبر. لا الان طلائع الشركات الروسيه، الشركات الروسيه تنقب في شمال موريتانيا، ليس في مالي، في موريتانيا هنالك. نعم هنالك شركات روسيه تنقب في شمال مالي بتراخيص يعني شمال طبيعيه، شمال موريتانيا تنقب عن الذهب. صحيح انها قد تكون بشراكه اماراتيه وبشراكه اخرى، لكنها شركات روسيه. هذه الشركات تصوروا لو قامت فيها اي مشكله، لو يعني جاءت شركات باعداد كبيره من مواطنيها وتعرض للمشكله، تعتقد ان الجيش الروسي سيظل يعني ينام عن الموضوع؟ لا، سوف يقوم بتامين هؤلاء الاشخاص. في النهايه تامين هؤلاء الاشخاص يعتبر مهمه استراتيجيه للروس، تامينهم يعني تامين شمال ماري من شمال موريتانيا من اجل ان تستطيع الروس ان تتطور في نشاطها الاقتصاديه. طيب. هذا اذا لم تبادر الدول الغربيه لقطع هذا طيب. نحن تحدثنا عن اهتمام الامريكيين او لنقل اهداف الامريكيين من خلال هذا التقارب او الاهتمام بموريتانيا بمنطقه الساحل، ولكن لو اردنا ان نعكس الامر كيف تعاطت موريتانيا وتتعاطى مع هذا الاهتمام الامريكي، او ما الذي عليها ان تقوم به للاستفاده من هذا الاهتمام نعم الامريكي وتوظيفه نعم لمصالحها الوطنيه؟ سؤال جيد. اعتقد ان نحن لدينا سجل سيء في التعامل مع الغرب، خاصه فرنسا، خاصه فيما يتعلق بالثروات والامن. صحيح انه الامن احسن قليلا، لكن الثروات يعني كان تعاملنا فيها سيء، ولا زلنا نشهد يعني الذهب مشحف، يعني الذهب يستنزف والحديد يستنزف والصيد والبترول الان ايضا في مراحل بدايه الاستنزاف. يعني هذه كلها يعني امور تتعلق بالثروات الاقتصاديه الموريتانيه. اعتقد ان موريتانيا يجب ان تاخذ العبره مما سبق، وأن أمريكا إذا كانت تريد أن توفر لها قواعد لوجستية هنا، قواعد عسكرية وكذا، يكون هذا بضريبة اقتصادية تدفعها لموريتانيا، سواء بتنمية المناطق التي فيها. نحن نعلم أن الأمريكيين في اليابان يعني قاموا بتنمية كبيرة، عليهم شروط كبيرة في الأماكن التي يتواجد لهم. نعم، في ألمانيا عليهم شروط كبيرة لكي يتواجد في هذه المناطق. نحن لماذا أيضا لا نقوم يدربون جيوشنا، يقومون بأعمال كبيرة، تستطيع موريتانيا أن تستفيد منهم، تستفيد منهم في المحافل الدولية، يعني في قضايا الأمريكي. نعم، في النفوذ الأمريكي يعني. فهنالك يعني مفتوح، فقط على الحكومة الموريتانية أن ترتب أولوياتها والملفات التي تريد أن تعالجها مع الأمريكيين وتأخذ مقابل طيب. ما تعطيه. هل يمكن أن يتطور هذا إلى التعاطي مع الشركات الأمريكية؟ نحن نعلم أنه أغلب الشركات المستثمرة حتى الآن في حقل غازية شركات إنجليزية. هذا يترك للأمريكي. الأمريكيين هم أقدر ناس على الاستحواذ. هذا يعني موريتانيا قد لا تتعب نفسها في هذا المجال، فقط يتواجد، يكون هنالك أمن، يعني إشارة خضراء من وزارة الخارجية الأمريكية أنه والإستراتيجيين الأمريكيين أنه موريتانيا آمنة للاستثمار. فاليوم المواري سوف تجد أن الشركات الأمريكية استحوذت على كل ما يوجد هنا بالقوة، لأنه في النهاية هي قوية بالنتيجة الاقتصادية، قوة الاقتصاد الأمريكي، فأكيد سوف تستحوذ على هذه. سواء نحن نعلم أنه تبيع هذه الدول، تبيع هذه الشركات، تبيع حصصها، قد تشتريها شركات أمريكية وقد تضغط عليها في مناطق أخرى لكي طيب. وقد تستكشف أيضا هي حقول أخرى في هذا المجال. الأمريكيون مهتمون بملف الغاز ليس فقط نتيجة لأزمة الطاقة العالمية، وإنما لأنهم يريدون أيضا أن يستفيدوا من الأزمة الحالية في مجال الغاز ليبيعوا الغاز لأوروبا نفسها، ونحن نعلم أن موقع موريتانيا يمكن أن يساعد في هذا المجال. نعم. ما الذي يمكن أيضا أن يفعله الأوروبيون طالما أنهم بحاجة إلى هذه الطاقة وبحاجة وأيضا قريبون جغرافيا؟ صحيح، لكن نفرق بين الأمريكيين وبين الأوروبيين. الأوروبيين تحت تأثير الصدمة. نعم. حتى لا يستطيعون التفكير، الصدمة، صدمة الحرب وصدمة النفط وصدمة الغاز وصدمة كل يوم يوفقون على صدمة. أمس في ألمانيا، أمس في ألمانيا محاولة انقلاب، يعني شيء يعني غير متوقع وغير معقول. فالصدمة التي وقعت لها في أوروبا جعلتها غير قادرة على التفكير الاستراتيجي البعيد. لذلك أمريكا أكثر أريحية في هذا الموضوع، وأكثر تستطيع أن ترتب وتناور في مجال الطاقة في إفريقيا وفي موريتانيا وفي خليج غينيا أكثر من الأوروبيين. صحيح الأوروبيين مسكوا هذا الملف منذ فترة، لكن ضعف الاستثمارات الأوروبية وانشغالها بملفات كبرى أكبر من البترول المالي والبترول السنغالي والغاز المالي والسنغالي، هذا قد يجعل الأمريكيين المنافس الأقوى
ووريث هذه الامبراطوريه الاوروبيه التي بدات تشيخ وبدات ربما تتراجع ان لم نقل تنهار. طيب رايك ما هي افاق ومستقبل هذا التعاون والاهتمام الامريكي بمنطقه الساحل عموما؟ انا اعتقد انه يجب على موريتانيا ان تطور، وهذا اعتقد انه منطقه نقطه حساسه، ان تطور علاقاتها مباشره مع الولايات الامريكيه. أسوأ ما في امريكا ان لديها سماسرة علاقات اقوياء وكثر، بدءا من اسرائيل الى الامارات الى المغرب الى دول اخرى، كل دوله يعني تبيع نصيب من 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 من, من دوله موريتانيا لهذا الكيان. اسرائيل تبيع، الامارات تبيع، المغرب يبيع، الجزائر، كل الدول تبيع منه طرف معين للامريكيين. لماذا لا نتعامل مع الامريكي مباشره؟ نعطي الامريكي ما يريد وناخذ من ما نريد، اما ان نكون نريد من الامريكي وندخل عبر البوابه الاماراتيه والاسرائيليه والمغربيه وغيره وغيره، فهذا اعتقد انه هو أسوأ ما في هذا الموضوع. أسوأ سيناريو. فعلى الحكومه الموريتانيه ان الان لا تجد غضاضه ابدا في التعامل مع الامريكي والموقف قوه. نحن نملك اوراقهم، لا يملكون تاثير علينا. لم يعد هنالك فيه مواضيع حساسة يمكن أن يساوم بها البلدان، كانوا قديما يساومون بها حقوق الإنسان وكذا، فسقطت ورقة توت عن حقوق الإنسان، لم تعد أمريكا تستطيع أن تساوم عليها، ولا أستطيع أن تتكلم حتى عن حقوق الإنسان لأي كان. والصين تعم اسمح لي في هذا الموضوع، يعني أعتقد هذا الأسبوع أو أمس وصل فريق من وزارة الخارجية الأمريكية معني أيضا بهذا الملف، ملف الاقتراح بالانتشار بالبشر، أنت أشرت إلى موضوع حقوق الإنسان، لماذا تستبعد أنه الأمريكيين في النهاية يمكن أن يوظفوا هذا الملف في إطار تعاطيهم مع أمريكا؟ لا، هم يوظفوه. الآن نحن عندنا ورقتين بيضاوين من الولايات الأمريكية، واحدة عن الرق والثانية عن حقوق الإنسان، يعني شهدوا لنا أننا على الطريق الصحيح وأن موريتانيا قدمت أشواط كبيرة في هذا المجال. هذا يوحي بأن الولايات الأمريكية تحاول أن تفتح الطريق الموريتاني للتقدم إليها خطوة. فعلى الحكومة الموريتانية والنظام الموريتاني يقتنص الفرصة ولا يترك سماسرة العلاقات الدولية في هذا المجال. نتعامل مع الولايات الأمريكية، إذا أرادت قاعدة نترك لها قاعدة، لا تكون قاعدة إماراتية ولا قاعدة إسرائيلية ولا قاعدة أخرى، نعطيها قاعدة مباشرة ونأخذ منها بشكل مباشر، لأنه في النهاية إذا باعتنا الإمارات وباعتنا إسرائيل وباعتنا دولة أخرى سوف تأخذ الثمن ونأخذ نحن الكساد ونأخذ الأشياء السلبية من هذه القبائل. الفتات كما يقول. حتى الفتات يمكن تتحول إلى نقمة. شكرا جزيلا للدكتور سليمان الشيخ حمدي رئيس مركز رؤية للدراسات والاستشارات على مشاركته معنا في هذه الحلقة. مشاهدينا الكرام، أقول لكم تحية فريق البرنامج وإلى حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.